الواجب في الأذكار أن يؤتى بها على ما هي عليه، فالأذكار توقيفية. ولذا في حديث البراء في النوم لما أعاده إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت، فقال البراء: وبرسولك الذي أرسلت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، فيجب التقيد بما ورد. فالأذكار التوقيفية لا يصلح أن يزاد فيها، فالأذكار الواردة عن الشرع ورتب عليها ثوابا بصفة معينة تقال أو بعدد معين يقال يثبت على ما هي عليه. أما بالنسبة للقنوت في الوتر فقول الحسن رضي الله عنه قال: علمني النبي صلى الله عليه وسلم كلمات أقولهن في قنوت الوتر، ولم يقل علمني كلمات أقولهن في قنوت الوتر، وإنما قال في قنوت الوتر. وقنت عمر رضي الله عنه بغير هذا القنوت الوارد في حديث الحسن.